ساعات تكون معدل بين مادتين. إذا باش نقرا لكم في ساعة اللي موجود على التابلو. إذا أنا مش قلت مجموعة النقاط تتكون من صيغة إجمالية ومجموع مواد خصوصية. أنا حطيت على التابلو الصيغة الإجمالية لأنها الصيغة الإجمالية لكل نوع من البكالوريا عندهم صيغة إجمالية متاحها واضحة. المواد الخصوصية ستختلف بالشعب، ولهنا تنقول لكم كيفاش من بعد تعرفوهم. عندنا معناها عدد كبير من الصيغ هذوما اللي ما نجموش نحطوهم كلهم في تابلو سون دي باج، نشوفوا من بعد التلميذ كومون لي كونسولت. نبداو باك مات. باك مات الو وي وي نسمع فيك مدام تفضل. حتى فما حس بي دونك بالنسبه للبكالوريا الرياضيات عندنا 4 ام جي. اش معناها 4 ام جي؟ وهي باش نلقاوها في البكالوريات الكل، هي أربعة في المعدل اللي باش ينجح بيه التلميذ. الو يبدو ان الصوت غير واضح. اي دقيقه بركه مدام. الو الميكرو تسكر اي توا سي بون وي الميكرو تك. اوكي به نعاود ملا. قلنا بالنسبه لبكالوريا الرياضيات باش نبدا بها، هي الصيغه الاجماليه لبكالوريا الرياضيات اللي هي اف جي يعني فورمول جلوبال. باش نلقاو احنا 4 ام جي. ام جي هو المقصود بها موين جينيرال، يعني المعدل اللي باش ينجح به التلميذ في البكالوريا. ثم 2 ام يعني 2 في عدد الرياضيات. ثم 0.5 اس في تي، 1.5 سيانس فيزيك، بلس 1 فوا نوت فرونسي، بلس 1 فوا نوت انجلي. نتعداو البكالوريا علوم تجريبيه. بكالوريا علوم تجريبيه نلقاو نفس الشيء 4 ام جي. دونك باش تلاحظوا اللي في البكالوريات الكل ديما عندنا 4 ام جي، هذه هي دايوغ اسمها الصيغه الاساسيه وضحتها من الاول. ثم المواد المميزه للبكالوريا علوم تجريبيه، دونك واحد في عدد الرياضيات ام 1.5 اس في تي و ان سامحوني و 1.5 في عدد السيونس فيزيك. كيف كيف واحد في عدد الفرنسية مع واحد في عدد الإنجليزية. إذا يتكرر بكالوريا علوم تقنية، دونك لاحظوا اللي 4 ام جي تتعاود وواحد عدد الفرنسية وعدد الإنجليزية يتعاود. دونك باش يولي عندنا بالنسبة لبكالوريا التقنية عندنا معاهم 1.5 عدد الرياضيات مع 1.5 تكنولوجي مع واحد في سيونس فيزيك. ثم نمر إلى بكالوريا العلوم الإعلامية. دونك نفس الشيء نقاو 4 ام جي يعني 4 في المعدل اللي ينجح به التلميذ في البكالوريا نعاودها مع عدد الفرنسية وعدد الإنجليزية. إيه دونك موجودين ديما لاحظوهم، اللي ينظر للتابلو كامل اللي لاحظهم قارين موجودين للبكالوريات الكل. بالنسبة دونك نرجع للعلوم الإعلامية، هما باش يتخصصوا بالألغوريتميك نتاعهم. دونك 1.5 فوا ألغوريتميك بلس 0.5 سيونس فيزيك plus 1.5 fois le maths, plus 0.25 tic, plus base de données. ثم نمر إلى بكالوريا الأداء. دونك نفس الشيء ديما عندنا 4 ام جي هذيك الصيغة الأساسية، وعندنا ديما واحد في عدد الفرنسية واحد عدد الإنجليزية موجودين مع 1.5 عدد العربية مع 1.5 فلسفة و 1.5 تاريخ وجغرافيا. نمر الآن إلى بكالوريا اقتصاد وتصرف. دونك الـ 4 ام جي يعني نعاود نكرر اللي هي المعدل اللي باش ينجح به التلميذ في دورة في البكالوريا مع 1.5 الاقتصاد، 1.5 جيستيون، مع 0.5 المات و 0.5 استوار جيو، وأخيرا نكملوا بكالوريا رياضة. دونك نفس الشيء ديما 4 ام جي يعني 4 في المعدل اللي باش ينجح به في الباك مع واحد في سيونس دو لا في دو لا تيغ اس في تي، واحد في عدد الرياضة مع 0.5 عندهم سبور تيوريك سبور براتيك، وكيف كيف واحد فاصل باردون 0.5 فيلو وواحد فرنسية واحد انجليزي. به
هضمنا تويكا على اعتبار انه التلميذ نجح في الدوره الرئيسيه. كنقولوا اش معناها الدوره الرئيسيه؟ يعني الدوره الاولى مش دوره المراقبه، لانه التلميذ تاع دوره المراقبه الاعداد نتاعو ما تتحسبش بنفس الطريقه، لانه التلميذ عدد تلميذ دوره المراقبه اجتاز بعض الامتحانات مرتين. مثلا نقولوا احنا بكالوريا اداب عدى العربيه في الدوره الاولى ثم عاود عديها في دوره المراقبه املا في انه يتحسن العدد، خاطر نعرفوا اللي في دوره المراقبه النجاح. وي مدام نسمع فيك. رجاء من المستمعين اللي معنا الكل يسكروا لي ميكرو نتاعهم سيلفو بلاي، هكي كنجمو نسمع بعضنا خير. مدام مريم سكر لي ميكرو انت. سي بون بو ما سي تو دي كلوتوري لا داكور اوكي. تفضل مدام هيل سامحنا تفضل. مدام هيلا مدام هيلا مدام هيلا تسمع فينا؟ الو مدام سمية أبارمون مدام هيلا ماهيش موجودة معنا. ميسيرش بالكش مدام هيلا عندها بروبليم كونيكسيون، وكاين مسيو علي ميلادي حاضر معنا وحاضر نجم نحلو الكلمة لسي علي. مسيو علي ميلادي موجود؟ مدام هيلا تنجم ترجع معنا في أي وقت. أي مرحبا بك سي علي. مرحبا بكم الكل، مساء الخير. واضح الصوت؟ اي واضح، تفضل مسو علي. يعطيكم الصحة، شكرا على إتاحة الفرصة هذه باش نتحدثوا هذه الليلة لأبنائنا التلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا واللي مقبلين أيضا على عملية التوجيه الجامعي. صحيح ربما البعض يعتقد أنه عملية التوجيه ربما مازال بكري عليها شوية، يعني الوقت. تسمعوا فيها؟ اي نسمع فيك مسيو تفضل. يعني ربما الوقت يرى البعض ربما الوقت غير مناسب للحديث عن التوجيه، لأنه الاهتمام الآن هو منصب حول الاستعداد لامتحان البكالوريا. هنا أوضح وأقول صحيح أن النجاح في امتحان البكالوريا مهم ومهم جدا، وإحنا هذا كان الهدف متاعنا منذ سنوات، ولكن لابد أن نعرف زادة أنه النجاح في عملية التوجيه لا يقل أهمية عن النجاح في امتحان البكالوريا، بل ربما يكون أكثر أهمية من النجاح في امتحان البكالوريا. لذلك لابد من أنه نخصص له الوقت الكافي ونلوه الاهتمام اللازم، لأنه ليس مجرد عملية تقنية. وزميلتي المحترمة كانت تفسرنا في بعض الإجراءات التقنية والفنية المهمة بطبيعة الحال لابد أن نعرفها، ولكن هو في نهاية الأمر عملية اختيار لمستقبل، هي عتبة مهمة لابد أن نتخطاها في اتجاه تجسيد مشروعنا الدراسي ومشروعنا المهني وتحديد ملامح مستقبلنا المهني ومستقبلنا الحياتي بصفة عامة. هذه أردت مقدمة من عشان نواصله في نفس الاتجاه، أما نحيل الكلمة مرة أخرى لزميلتي يبدو أنها متواجدة معنا توا. مدام هيلا موجودة؟ سي علي ميسيرش كمل نفس الموضوع. كمل انت مسيو، كمل انت مسيو. الميكرو نتاعها مسكر يا مريم. كمل استاذ علي في نفس الموضوع. طيب. اذا قلت انه النجاح في عمليه التوجيه هي باهميه النجاح في امتحان البكالوريا. بطبيعه الحال كلنا نطمح الى النجاح
بصفة عامة، حتى أنه لما نطرح السؤال هذا شكون اللي حاب ينجح، أكيد الناس كلها ترفع يديها، دونك الجميع يريد النجاح، لكن السؤال ربما الأهم هو من يعمل فعلا من أجل النجاح وكيف نحقق هذا النجاح، سواء كان يعني في امتحان البكالوريا أو في عملية التوجيه، وإحنا نتحدث على عملية التوجيه، أو أيضا في الحياة بصفة عامة. دونك النجاح يصنع، يعني النجاح لا يعطى، النجاح يصنع، بمعنى أنه لابد أن نمتلك القدرات الكافية التي تمكننا من تحقيق هذا النجاح. للنجاح إذن مجموعة أبواب، لابد أن نعرف أبواب هذه النجاح ونطرق أبواب النجاح ولا ننتظره. طرق أبواب النجاح يعني امتلاك مفاتيح النجاح، وهنا سأتحدث بشكل سريع على أهم ربما مفاتيح النجاح التي أعتقد أنها مهمة، سواء كان بالنسبة لامتحان البكالوريا كما قلت نحن نركز هذه الأيام على الامتحان، أو أيضا في عملية التوجيه فيما بعد. والنجاح في امتحان البكالوريا والنجاح في عملية التوجيه مرتبطان، يعني لا يمكن أن نتحدث على النجاح في عملية التوجيه بدون الحديث على كيفية النجاح في امتحان البكالوريا بأعداد متميزة وبأفضل أعداد ممكنة. المفتاح الأول أعتقد أنه الذي لابد منه وينسحب هذا على حياتنا بصفة عامة، وأنا دائما أحاول أن أربط النجاح في الحياة بالنجاح في الدراسة بالنجاح في التوجيه، لأنه كلها مظاهر أو روافد لنفس الهدف الذي نطمح إليه، هي الإيجابية. لابد أن نكون إيجابيين، ونحن مقبلون على امتحان البكالوريا وهذا مهم جدا لأبنائنا التلاميذ في هذه الفترة، لابد أن نكون إيجابيين. من يصنع النجاح، من يحقق النجاح، لا يمكن أن يكون سلبيا، لا يمكن إلا أن يكون إنسانا إيجابيا. ولكن هنا السؤال، ما معنى أن أكون إيجابيا؟ كيف أكون إيجابي؟ أن نكون إيجابي لا يعني أن لا أرى إلا الجوانب الإيجابية فقط في الأشياء، في المشكلات التي تطرح أمامنا أو في الواقع الذي نعيش. أن نكون إيجابيين يعني أن نركز على الجوانب الإيجابية، أن نرى الجوانب الإيجابية، أن نحاول أن نرى الفرص المتاحة في الواقع ونقتنص هذه الفرص، وأن نحاول أن نفهم العقبات وأسباب العقبات وأن نبحث لها عن حلول. يعني أن لا نركز فقط على المشكل بل نركز على الحل، وهذا ربما الذي ينقص أبنائنا التلاميذ في كثير من الأحيان، أننا نركز كثيرا عن المشاكل ونتحدث كثيرا عن المشاكل، ولكن نادرا ما نتحدث عن الحلول الممكنة، ونادرا ما نبحث عن الحلول الممكنة للمشكلات التي تعترضنا، سواء كان في دراستنا أو في حياتنا بصفة عامة. إذن هذا الجانب الأول، يعني الجانب الجزء الأول أو المفتاح الأول إن شئنا، وهو الإيجابية. المفتاح الثاني بطبيعة الحال هو وضوح الهدف. لابد أن يكون لنا هدف واضح. نحن هدفنا منذ سنوات هو الحصول على البكالوريا بدرجة أولى، كعتبة أولى في اتجاه تحقيق مشروعنا وحلمنا وطموحاتنا الدراسية والمهنية. لابد أن يكون الهدف واضح، لأنه يعني الآن كثيراً ما نطرح السؤال على المقبلين على امتحان البكالوريا، البكالوريا عادة ما لا نجد الإجابة واضحة. ماذا بعد البكالوريا؟ لا ما نعرفش، لا أعلم، لم أفكر بعد. نتحصل على البكالوريا ومن بعد نفكر في عملية التوجيه، وهذا خطأ كبير يقع فيه أبنائنا التلاميذ. الشيء اللي يخليهم فيما بعد، بعد الحصول على شهادة البكالوريا لا يجدون الوقت الكافي للتفكير، لا يجدون ربما من يساعدهم أيضا ومن يرافقهم في اختياراتهم وفي عملية التوجيه الجامعي، ظروف اجتماعية أيضا تكون صعبة ربما وغير مناسبة للتركيز إلى غير ذلك، فيقع الاختيار بشكل اعتباطي بشكل عشوائي، وهذا طبعا يؤثر سلبا على مستقبلهم الدراسي، مستقبلهم المهني، سواء كان في اختيار الشعبة أو في اختيار المؤسسة أو في يعني الاختصاص. بعد وضوح الهدف طبعا العمل المنظم، وأريد أن أركز على العمل المنظم ربما في علاقة بالامتحان أكثر من علاقته بالتوجيه، ولو أنه دائما كل عمل منظم سواء كان في الدراسة أو في عملية اختيار شعبة ما أو في الحياة كما قلت بصفة عامة أكثر جدوى من العمل غير المنظم.
العمل المنظم في الدراسة بطبيعة الحال أن يكون لنا برنامج دراسي واضح، أن نحاول أن نلتزم بهذا البرنامج، أن تكون له توزيعية واضحة نلتزم بها، وأن تكون له أيضا تمشن ومنهجية و يعني واضحة أيضا ومتدرجة في اتجاه تحقيق الهدف الذي نضبطه. إذن هناك خطة عمل نلتزم بها. الآن ونحن نعد لامتحان البكالوريا أيضا برنامج المراجعة، جدول المراجعة لكيفية تلخيص الدروس، التدرج في البحث أيضا عن المعلومة بالنسبة للتوجيه الجامعي، يعني أن لا ألغي هذا الموضوع، ونحن نتحدث اليوم عن هذا الموضوع من أجل إثارة الدافعية ومن أجل أيضا إثارة الاهتمام لأبنائنا التلاميذ وللأولياء ولجميع من يتابعنا هذه الليلة لمحاولة إلى هذا الموضوع أيضا جزءا على الأقل من الوقت، ونحن نعد لامتحان البكالوريا. المعرفة طبعا أيضا مفتاح آخر من مفاتيح النجاح، المعرفة، المعرفة بطبيعة الحال على مستوى بيداغوجي بمحتوى البرامج، بالمحتوى العلمي إذن والبيداغوجي للدروس وللبرنامج. أيضا معرفة الذات، لابد أن أعرف ماذا أريد، ما هي طموحاتي. أيضا عروض التكوين، لابد أن أعرف عروض التكوين، وهذه فرصة هذه الليلة أعتقد أنه فيما بعد نستمع إلى المتدخلين الآخرين الذين يمثلون هذه المؤسسات يعطون فكرة أيضا على بعض عروض التكوين المتوفرة وامتيازاتها وخصوصياتها إلى غير ذلك. وأيضا بعد عروض التكوين سوق الشغل، ومهم جدا أيضا أن تكون لدينا فكرة أيضا على سوق الشغل. إذن هذه المعرفة معرفة شاملة تمكننا من أن نختار عقلانية وبشكل موضوعي أيضا. وأختم مفاتيح النجاح بمفتاح أيضا مهم جدا للجميع، وهو الثقة بالنفس. لا يمكن أن نحقق كل ما كنا نتحدث عنه منذ حين إذا لم تكن لدينا ثقة بأنفسنا بأننا قادرون على تحقيق النجاح، بأننا قادرون على تحقيق حلمنا، بأننا قادرون على تحقيق أهدافنا وعلى تحسين مستقبلنا. من يفقد الثقة بنفسه طبعا سيفقد دافعيته للتعلم، سيفقد دافعيته للنجاح، وبالتالي لن يحقق من أهدافه شيئا. إذن بعد هذه المفاتيح التي يمكن أن تكون طبعا مهمة جدا ونحن نعد للامتحان، مهمة جدا ونحن نعد لعملية التوجيه الجامعي وفي لحياتنا بصفة عامة، أحاول أن نحصر الآن الموضوع على مستوى التوجيه. إذن كيف يمكن أن أنجح في عملية الجامعي، أو ماذا يجب علي أن أفعل، أو ما الذي يجب أن أقوم به للنجاح في عملية التوجيه؟ قبل الحديث في ذلك أشير إلى أن التوجيه الجامعي على خلاف امتحان البكالوريا هو ليس امتحانا، هو مناظرة، وهذا مهم جدا أن نعرف بأن التوجيه ليس امتحان كامتحان البكالوريا. يكفي أن أتحصل على عدد معين أو معدل 10 ليتحصل على شهادة البكالوريا. التوجيه الجامعي لا يكفي في بعض الأحيان أن أتحصل على معدل أو حتى على معدل جيد لأتحصل على ما أريد. إذن لماذا؟ لأنه مناظرة، مجموعة من البقاع المتوفرة خاصة بطبيعة الحال في القطاع العمومي، وهناك يعني عدد كبير من الطلبات، يعني هناك كونكورنس بين مختلف التلاميذ والطلبة للظفر بمقاعد دراسية في شعبة ما في مؤسسة ما، وبالتالي ستكون إذن العملية أصعب ربما من امتحان البكالوريا. التوجيه دونك الموفق، ما هو أن يكون لدي التوجيه الموفق، أن أوفق في عملية التوجيه؟ التوجيه الموفق هو التوجيه الذي يمكنني من تحقيق طموحاتي، والذي يستجيب لرغباتي وأيضا يستجيب لإمكانياتي، الإمكانيات سواء كان الإمكانيات العلمية أو الإمكانيات المادية أو غيرها أو الظروف الاجتماعية، يعني جملة من الإمكانيات التي تمكنني أيضا من تحقيق
هذه الأهداف الدراسية ومشاريع وتجسيد مشروعي الدراسي. هذا يتطلب معرفة كما قلت منذ حين ونحن نتحدث عن مفاتيح النجاح، معرفة بذاتي، ما هي ميولاتي المهنية، ما هي قدراتي أيضا العلمية، ما هي إمكانياتي أيضا وقدراتي المادية إلى غير ذلك. لابد أن أتعرف عن ذاتي. ربما البعض هذا يمكن أن يتم بشكل فردي ذاتي من خلال الإجابة على بعض الأسئلة، مثل ما هي المهن التي تستهويني، ما هي المواد التي تستهويني، ما هي المواد التي أجد فيها سهولة، ما هي المواد التي أحبها، وعكس ذلك ما هي المواد مثلا التي لا أحبها، ما هي المهن التي لا تستهويني ولا أرغب فيها بتاتا إلى غير ذلك. يعني مجموعة من الأسئلة يمكن أن أطرحها على نفسي وأحاول إجابة عنها بمساعدة المحيط العائلي، أيضا يمكن أن يساعدني في التعرف على بعض هذه الميولات، أو يمكن أن أستعين بأخصائي ومختص لتنظيم مقابلة معه والقيام ببعض الاختبارات العلمية التي تمكنني أيضا من الحصول على تقرير مفصل حول ربما خصائص شخصيتي أو ميولاتي المهنية أو القيم التي أؤمن بها، سواء كان القيم العامة أو القيم المهنية، وتكون منطلقا لحوار من أجل اكتشاف ذاتي ومن أجل اكتشاف أيضا فرص التكوين التي يمكن أن تستجيب لهذه الخصائص الشخصية. قلت معرفة عروض التكوين تتم طبعا من خلال زملاء ربما أو محيطين بي في العائلة في المجتمع بصفة عامة، لهم خبرة في مجال من المجالات ربما لدي حوله بعض التساؤلات أو الأسئلة. عروض التكوين أيضا لابد أن تكون لدينا نظرة شاملة، وهنا أنبه ربما بعض التلاميذ المقبلين على التوجيه الجامعي أن لا نحصر أنفسنا في مجموعة ضيقة من الاختيارات ارتباطا بنوع البكالوريا، وهذا يقع فيه الكثيرون. يعني أنا متحصل على بكالوريا أو بكالوريا آداب، أفكر في اللغات في العلوم الإنسانية وأخف هناك. أنا بكالوريا علوم تجريبية مثلا، يعني الطب والاختصاصات شبه الطبية، وتقريبا يعني نقف هناك. يعني وكأن لكل نوع من أنواع البكالوريا مجموعة محددة ومغلقة من الخيارات، بينما لو نتصفح حتى دليل التوجيه الجامعي نلاحظ بأن تقريبا كل الاختصاصات مفتوحة للجميع، وبالتالي دعوة أيضا إلى أن نفكر بشكل مغاير. Il faut penser autrement. يعني on ne doit pas se limiter aux choix traditionnels. كل ما هو متعارف عليه هو معروف، دونك لا، هناك آفاق أخرى. يعني أن نفكر ما يسمى بالتفكير خارج الصندوق، يعني أن لا أفكر فقط في إطار ضيق ومنغلق، لا أفتح الآفاق وأقول هذا ما هو متوفر لبكالوريا علوم تجريبية أو لبكالوريا رياضيات فقط. ألا توجد فرص أخرى؟ ألا توجد إمكانيات أخرى؟ وما هي هذه الإمكانيات؟ فسيفتح أمامنا يعني آفاق أرحب واختيارات أوسع، ربما تستجيب أكثر إلى طموحاتنا وإلى أهدافنا. طبعا من بين المعرفة المهمة أيضا هي معرفة سوق الشغل. هذا السوق المتحركة، هذا السوق المتطور بشكل سريع، تقريبا يوميا مهن جديدة تظهر، بعض المهن ربما تختفي أو تقل أهميتها. لابد أن نواكب أيضا هذه التطورات. هناك بعض التقارير التي تصدرها بعض المؤسسات أيضا تعطينا فكرة عن سوق الشغل وعلى الآفاق سوق الشغل وعلى المهن ربما الواعدة في المستقبل. مهم جدا أيضا أن تكون لدينا فكرة على هذه المهن وعلى هذه السوق وتطورها ومتطلباتها أيضا. يعني سوق الشغل اليوم نعرف أنها لا يعني تتطلب فقط مستوى علمي في اختصاص معين، ولكن تتطلب أيضا كفايات أخرى ترانسفيرسال، وهذه الكفايات ربما هناك بعض المؤسسات توليها الأهمية
وتكون طلبتها في هذه الكومبيتانس معناتها الجديدة. وهناك بعض المؤسسات تكتفي بالتكوين الأكاديمي البحث يعني الصرف، مما لا يمكن الطالب من امتلاك القدرات والكفايات اللازمة لاقتحام سوق الشغل وللنجاح في سوق الشغل. إذن مهم جدا أن تكون هناك تكوين en parallèle، يعني مع التكوين العلمي التكوين في les compétences معنا du 21e siècle، que ce soit en communication، que ce soit en informatique، que ce soit يعني en gestion de projet، etc. etc. C'est très important. C'est un complément de formation pour l'élève, pour l'étudiant, pour le futur étudiant, afin de s'intégrer plus facilement dans le marché du travail et de réaliser ses objectifs et concrétiser son projet d'études et son projet professionnel. Je ne sais pas si je vais vous dire que ثم مدخلين آخرين. هذه تقريبا يعني الشروط العامة للنجاح بصفة عامة وللنجاح في اختياراتنا في عملية التوجيه، وأحيل لكم الكلمة وفي انتظار ربما أسئلتكم فيما بعد. أكيد. شكرا جزيلا سيد علي الميليدي، مستشار أول عن التوجيه الجامعي والمدرسي بتونس 2. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نشوف مدام هيلا شبعان كان مازلت موجودة معنا. موجودة مدام هيلا. أي توا نسمع فيك. سامحوني يلا غلط. سيبك ما فما حتى مشكل، تفضل. إذن نرجع من موقف. دونك انا قدمت تقريبا، كان ممكن ترجعوا لهم السكور باش يتبعوا معايا. اي انا قدمت تقريبا معناها المجموع النقاط فيما يخص الفورمول جلوبال، الصيغه الاجماليه، لكن اشرت الى اشاره وغاديك وين وقع الواحد، انه اللي قدمناه في التابلو هذاك يخص التلامذه اللي نشفوا في البكالوريا في الدوره جوان، الدوره الاولى، الدوره الرئيسيه، بينما التلامذة اللي باش ينجحوا في الكونترول، بون نتمنى ان شاء الله كنا من الدورة الرئيسية، لكن نعرف والله غالب ساعات تاتي ظروف والتلميذ يتعثر، تقعد له فرصة ثانية وفرصة مهمة ما لازمناش نضيعوها، لكن زادة يلزمنا نعرف ونستغلوها. علاش؟ لأنه التلميذ اللي ناجح في دورة المراقبة، العدد ما عادش يتحسب عدد المراقبة، في النجاح يتحسب له أحسن العددين، هنا متفاهمين. خذيه 8 ثم خذيه 12 باش ينجح بال 12 في المادة، خذيه 12 في الرئيسية وبعد في المراقبة لا يقدر خذيه 8 يرجعوا له لل 12 الأولى، با دو بروبليم. المشكل في السكور، فما تلامذة ساعات ما تحسنش الاختيار المواد اللي باش تعديها، يكون عنده سكور، كان ينجم يتحصل على سكور معين يلقى روحه سكورو طاح. علاش؟ لأنه باش يتحسب له عدد الدورة الرئيسية في 2 مع عدد دورة المراقبة على واحد في واحد، الكل مقسوم على 3، هذيك العدد اللي باش يتحسبه في الفورمول اللي احنا حكينا عليها. نفس الشيء بالنسبة للمعدل، المعدل العام اللي باش ينجح به، معدل دورة رئيسية في 2 مع معدل دورة المراقبة بطبيعة في 1، الكل على 3، يعني كان هو حسن العدد متاعه فبها هو ربح، لكن لكن هو ما حسنش العدد تراجع، هنا باش يولي خاسر. ولذا احنا باش نطلبوا من تلامذتنا ان شاء الله ديما نعاود نقول ان شاء الله رانا ناجحين من الدوره الرئيسيه، التلميذ اللي باش يقعد للدوره المراقبه ويعرف اللي هو عنده بين معناها عدد معين من المواد حسب الشعبه اللي هو فيها بامكانه اعادتها ومش ملزم باعادتها. كما قال قبيله سي علي نعقب على كلامه، قال معرفه الذات، احنا التلميذ يعرف روحه راه وقت اللي ياخذ مثلا 12، فما التلميذ يعرف اللي ال 12 هذاك هو مستواه او ربما ما كانش يطبح لها، وفما التلميذ اللي يقول لك لا انا مستوايا في ال 15 ولذا ال 12 نتاع ال 12 ما ترضينيش. دونك انا ما نجمش نقول ماهيش مقياس، مثلا خديت 8 ولا خديت 12، ما نجمش نجي نقول التلميذ لا العدد هذايا راهو يلزمك تعاودو، خاطر هنا التلميذ هو يعرف قدراته، احنا راهو التلميذ ما اكتشفش روحو نهار اللي عدى الباك، التلميذ يعدي في الفروض من مراقبه وتاليفيه من دخل 7 اساسي، عامة الباك عدى فروض الكل تقريبا، يعني هو يعرف يقيم نفسه. دونك هنا جوست ملاحظة، التلامذة اللي باش يقعدوا في دورة المراقبة يحسنوا الاختيار، ما يتغروش بكونه باش نحسبوا لكم أحسن العددين، دونك هذاك لنجاح صحيح، لكن راهو العدد اللي يكون به ومن بعد تطيحوا، تنجح بالعدد اللي به صحيح لكن في السكور راك تخسر، ولذا هنا هذه توصية من توا. حاجة أخرى،
زادة كيف كيف تعقيب على كلام سي علي، ممكن هو باهي القصة كيف دخلنا مع بعضنا ممكن تعطينا اون بتيت انتراكسيون. لو سكور راهو نهار اللي عادي الباك سايي سي ان كالكول كي ديجا في اون بو بلو لو شانجي. لو سكور توا تخدم عليه انت، مازلت عندك الفرصه، مازلت عندك مده انت بون. انا نشوف زادة في الظروف هذه ولو نقول ساعات رب ضاره النافعه، طويلت المده صحيح لكن خديت وقت به ياسر باش تراجعوا نقائصكم، خاطر راهو العام الدراسي يتعدى نجي وساعات نقاو واحنا قدام الامتحان، خديتوا فتره باهيه باش تراجعوا النقائص اللي الفتره اللي تعدات. توا باش تدخلوا ديريكت الفتره الجديده واللي هي تقريبا في العموم ما هي الا تكمله لما سبق، ونتصور حاجات بسيطه. لذا ريتو توا قدامكم سكور، كل واحد يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف لديه. نقاط القوه باش يحافظ عليها ونقاط الضعف باش يحاول يحسنها. وهنا باش نلحو نقبيله نقول فيها ونعاود قول لاحظوا ديما ساعه فما 4 في المعدل اللي باش تنجح بيه، خاطر ساعات يقول لك هاو الماده الفلانيه مش موجوده، هاو الماده الفلانيه مش موجوده، ليه هي موجوده في المعدل راهو ما تنساهاش. كي نقولوا مثلا فلسفه وقت اللي ما ذكرتش هي كماده، انت ما تنجحش بالمعدل بدون فلسفه ايا كانت الشعبه. الانفورماتيك موجود، البونوس لي بوين اللي خديتهم اون بلوس في الاوبسيون موجودين في المعدل. فما حاجتين زاد كيف اللغات، اللغات اللي هما كل وحده ضارب واحد، راهي عامل مهم جدا. راهو احيانا تلامذة متميزين ويخسروا شعبه كانوا عمرهم كامل يحلموا بها من اجل نقص في اللغات. ولذا فهالطرف وقت اللي مازال لنا اللي نحاولوا نديرك، ونعرف اللي مش في شهر باش نتبدلوا، لكن راهو في السكور نص بونتو راهو سي انورم، راهو ماهوش لعبه، راهو الان بوان والدومي بوان والدو بوان راهم يفون اون تري غران ديفيرونس. قال كلمه قبيله سي علي وانا باش نقولها نعاودها، التوجيه هو مناظره. اش معناها مناظره؟ كيما اون كومبيتيسيون، شكون جا الاول شكون جا الثاني شكون جا الثالث. ناخذ مثال بكالوريا علوم تجريبيه، باش طلبنا مثلا اجازه تهم بكالوريا علوم تجريبيه، مش باش نسمي باش ما نقولوش نفضل شعبه على شعبه. هل الاجازه هذه في المعهد او في الجامعه اللي تتقرى فيها عندها طاقه استيعاب نقولوا باش تاخذ 100 تلميذ ناجح من بكالوريا علوم تجريبيه؟ كي نقولوا 100 راهو على نطاق الجمهوريه، يعني هو اللي باش يعمل هو سيتان سيستيم يخدم حاضر باش ياخذ اللي طلبوا الشعبه المعينه هذيك الكل اللي ناجحين من بكالوريا علوم تجريبيه، ويل فا لي كلاسي من احسن سكور من الناس اللي طلبوا حتى لين يعبي 100 بلاصه نتاعو ويقف. معناها يوصلوا يمشيوا ل 3 ولا 4 شيفر ابري لا فيرغول باش ما يظلم حتى حد. ولذا هنا عندكم تويكا فرصه باش كيما نعاود نقول انتم تعرفوا نقاط القوه نتاعكم باش تخدموا شويه على نقاط الضعف. اش معناها نقاط الضعف؟ يعني الحاجات اللي تخاف غدوه يضيع لك فرصتك. حكايه سي علي انت عندك مشروعك عندك طموحك، انظر هاوش فما. هنا باش نزيد كلمه اخرى لانه انا عطيت الجزء العام اللي يتحسب للناس الكل بنفس الطريقه، لكن هناك جزء خاص اللي هما الماده او المواد الخصوصيه اللي باش تختلف من شعبه جامعيه الى اخرى، ما عادش مربوطه بنوع البكالوريا فقط، مربوطه بنوع الشعبه الجامعيه اللي باش يطلبها الناجح في البكالوريا. ناخذ مثال، خذيت بعض الامثله هكاك ارديتريغمون. الهندسه المعماريه، الهندسه المعماريه هي الصيغة الإجمالية اللي حكينا عليها، إذا كل بكالوريا عندها صيغتها الإجمالية، ثم باش تضاف إليها عدد الفلسفة. وهذا علاش اخترت هنا، لأن هي عادة يمشيوا لها تلاميذ الشعاب العلمية اللي للأسف برشا منهم ما يعطيوش قيمة لمادة الفلسفة، وهنا مادة الفلسفة ستكون محددا، لأن وقت اللي ناخذوا مثلا 10 تلاميذ جايبين 15 معدل فما فوق في اي شعبه كانت بالبكالوريا، المحدد ما بيناتهم باش يولي عدد الفلسفه اكثر من المعدل اللي ناجح فيه ولا الفورمول جلوبال. ناخذ مثال اخر، مثلا الاجازه في علوم التصرف بالنسبه للشعاب العلميه دون الشعاب العلميه، يعني من علوم تجريبيه
ورياضيات هي الفورمول جلوبال مع عدد الرياضيات، بينما كي ناخذها للتلامذة اللي ناجحين من الاقتصاد والتصرف تولي الفورمول جلوبال مع مجموع الرياضيات والتصرف مقسومين على اثنين، المعدل الحسابي للرياضيات والتصرف. اذا انا مش باش نذكر الامثله الكل لانه امثله متعدده، وكما قال سي علي احنا كمثال هنا نجم ننصحكم الكلكم تدخلوا على orientation.tn تلقاو دليل توجيه الجامعي اون لين تاع 2019 باش تلاحظوا بليزيور تابلو يعطيوكم لي سكور لكل شعبه جامعيه. وكلمة بها كيف نعاقب عليها قال سي علي، راهو انا كي عملت بكالوريا علوم تجريبية مش لازم نحسب روحي كان في الطب والشعاب شبه طبي، راهو البكالوريا علوم تجريبية تفتح العديد والعديد من الافاق، منها افاق حتى ادبية، اللغات، الحقوق، اللي برشا تلامذة من البكالوريا العلمية باش ما نحددش العلوم التجريبية حدا يتميزوا فيها. وهنا بطبيعة باش يدخلوا كنقول لغات مثلا باش يدخلوا تميزوا في اللغات. المادة الاختيارية ساعات كيف كيف هي في حد ذاتها تدخل في التوتال بعدك في مجموع النقاط لوسكور. إذا كان أنا مثلا عامل إيطالية وباش نطلب الإيطالية، دونك عدد الإيطالية باش يدخل. دونك هذمنا هما اللي لازمنا نعرفوهم على مجموع النقاط. ولذا نعاود ونقول راهو نهار اللي نمشوا في الباك ما عادش ملزوم راك باش ترجع للتابلو هذايا وتثبت الفورمول نتاع بكالوريا رياضيات ولا نتاع علوم تجريبيه. انت باش يجيك كيما ان شاء الله يجيك من الاس ام اس نتاع النجاح، باش يجيك الاس ام اس فيه السكور نتاعك اللي توا تخدم عليه توا انت حتى كتجربه. ايا ناخذ اعدادي انا مثلا اللي تحصلت عليهم، اي تراه قداش عندي سكور توا، تراه قداش هذه نجم نزيد فيها، هكا نعمل الدافعيه لروحي انا نحط ان بوت اللي بون ما نطلعوش البرا ياسر زيد، خاطر كي نطلعوا البرا ياسر نخاف نفقدوا الامل ونقول صعيبه. لكن كيف نعرف روحي اللي فما دو بوين انا كان نحزق شويه نجم نخلط لهم، راهم لي دو بوين يجمو يكونوا يبدلوا لك مسار حياتك الكل. ولذا معرفة مجموع النقاط قبل اجتياز الامتحان أنا نعتبرها حاجة باهية ياسر، على خاطر تولي تزيد تحدد لي الهدف متاعي، تزيد تحدد لي أنا وين نجم نحسن. خاطر احنا توا مش عاديو الامتحان، البكالوريا يكفي إن شاء الله الحصول على 10 للنجاح، هنا ضمننا النجاح. لكن غدوة بعد البكالوريا عندي التوجيه الجامعي، التوجيه الجامعي نعاود ونقول راهو مناظرة، يعني هو فماش واحد وصل للتوجيه الجامعي ماهوش ناجح، سي ما وصلت التوجيه الجامعي يعني سي نجح في الباك، ذيك حاجة كلاسي. لكن كيفاش نفرض روحي، كيفاش نضمن حظوظي هذية. فما حاجات اخرين بسات باش نلمحهم تلميح لانه بعد نحكيو فيهم اكثر ان شاء الله بعد البكالوريا. كيما مثلا توا فما برشا تلامذه يقول لك نسمع مثلا بالتمثيل الجغرافي، التمثيل الجغرافي تتمتع به شعب ولا تتمتع به اخرى؟ مثلا شعب اللي موجود منها واحده بركه في الجمهوريه كيما نقول مثلا الهندسه المعماريه او الصيدله، الطب، المراحل التحضيريه كلهم ما يتمتعوش. التمثيل الجغرافي وقت اللي انا نكون من ولايه معينه ونطلب شعبه موجوده في ولايتي اللي انا خذيت منها الباك، خاطر هنا الولايه تتبع وين عديت انا الباك. في الحاله هذه نجم نتمتع بزياده على باش يعطيه لي سكور نتاعي ب 7%. اذا كان مش موجوده في الولايه نتمتع بها وقت اللي ناخذ اقرب وحده لولايتي. دونك هنا جوست للاشاره باش زاده غدوه نعرفوا نختاروا الشعب نتاعنا والمعاهد او الجامعات اللي باش نتوجهوا لهم. دونك انا يظهر لي بالنسبه لي انا اللي ملزوم باش نقولوا، يعني خاطر هو فما برشا حاجات اخرين راهو نجمو نحكيوا فيهم، لكن يستحسن انه نكون وقتها نحينا شخشبه الباك من راسنا، خاطر فما حاجات نعرف كان باش نقولهم يا ما يمهمشونا ولا من نركزوش فيهم مليح. اذا نتمنى لكم النجاح، نتمنى لكم انكم ترجعوا وتستغلوا الفرصه هذه نتاع اللي تبقات لنا وتعدي لكم في ظروف طيبه.
وندعوكم كيف كيف المحافظة على صحتكم والالتزام بقواعد الصحة والسلامة باش نعديو اللي مازلنا في ظروف طيبة وإن شاء الله بالنجاح الناس الكل. وشكرا عايشك مدام هيلة، بارك الله فيك على المداخلة متاعك. نذكر